يوم 4 جانفي 2021 هو اليوم باش يتم فيه الانطلاق في أرفيا الجيري. كل واحد ينجم يعدي لي كوموند نتاعو من الدات هذه، لكن يوم 9 جانفي نبداو نبعثوا لي كوموند بالترونسبورتور، ويوم 9 جانفي يتم فتح ابواب المقر الرسمي أرفيا الجيري اللي مش نعطيكم في الايام القادمه العنوان نتاعو باش تنجموا تمشيو. عملنا مقر يليق بأرفيا الجيري، يليق باللي زومبيسيون اللي عندنا وبالاهداف اللي عندنا، وان شاء الله بالتوفيق للناس كلها. باش نبداو نخدموا في الجزائر بكتالوج فيه تقريبا 30 منتوش، هذه ذكرنا بتجربتنا في تونس وقت اللي بدينا ب 12 منتوش، لكن الحقيقه الفرق بعيد، بما انه في الجزائر باش تكون بطريقه سريعه باش نزيدوا منتوجات اخرين، والكتالوج باش يكبر بطريقه سريعه ان شاء الله. هنا الكتالوج باش تكتشفوه في صفحاتنا الرسميه وفي السيت ويب أرفيا في الايام القادمه. نعلمكم انه الجزائريه ينجموا يركريتيو التوانسه، التوانسه ينجموا يركريتيو الجزائريه، وهنا فرصه العمل تكون اكبر، وهنا لوبورتينيتي أرفيا تكون اكبر للنتوركر اللي يجمعوا يمشوا لبعيد. ان شاء الله حظ وفير للناس الكل.